بسم الله بديت وعن بي صليت وعلى أصحاب الأسماء اللي دفت تبدأ بالتاء هذه البقالة نويت لو كان سعود تنغرس بالعود نغرس 100 عود في وطية لكن السعود بيدك يا معبود يا سقام سعود سقم لي سعدي آمين يا رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حنوناتي وشراكم، نتمنى راكم كامل بخير وعلى خير. ولا فيديو تنات عنها اليوم مملحات رائعة. وش عندي هنايا؟ نبداو ديراكتومون، عندي علبة ياغورت طبيعي اللي هي الزبادي، فوالا بنفس العلبة درت هنا مارغرين طرية يعني الزبدة بحرارة الغرفة، وكملتها هنايا بزيت المائدة فوالا. ندير حبة بيض درت نصف ملعقة ملح، نخلط هذه المكونات فوالا حتى تندمج لي كاع المكونات. هكذا بالفوي احسن باش تحل هذيك الحبيبه تاع البيض. فوالا دوك واش ندير؟ دوك نبدا نزيد في لافارين، ولافارين غربت لها انا ديجا مليح، نخلو الفارين تاعنا باش يدخلها الهواء هنا زدت ملعقه صغيره خميره حلويات بيكنج باودر، واللي يحب هاد المملحات هادو يجوه طرايه باسكو هما يجو شويه بقرمشه، اللي يحب يكون عندهم يعني يجو خشيشنين شويه يزيد لهم شويه خميره الخبز. انا هنايا ما درتش، درت غير خميره الحلويات، حبيتهم يجوني بقرمشه شو كيما البوراك. فوالا دوك هكذا نبقى نزيد في لافارين حتى نتحصل على عجينه طريه. والمقادير تصيبوهم في صندوق الوصف هكذا باش كامل يفهموا يعني اللهجة تاعنا، نحطهم بالتفصيل باللغة العربية. واللي تحب نحط لها المقادير باللغة الفرنسية قولوا لي في التعليقات، ان شاء الله نلبيو كامل الرغبات. فوالا هكذا نتحصل على عجينة تكون متماسكة ما تلصقش بزاف لكن طرية هاي ليك. دوك نغطي عليها ولا نديرها في بابي فيلم ولا انساشي ولا نخليها ترتاح شوية، من الأحسن لي بات تاوعنا كامل نخلوهم يرتاحوا. الحشوة أنا اقترحت عليكم هذا الحشو، وش هو؟ فيه المعدنوس اللي هو البقدونس، تونة، وجبن هنا مثلثات، وراح نستعمل جبن موتزاريلا تانيك. فوالا تقدروا تزيدوا هنايا زيتون كما زيتون هذاك ايفيلي يعني اخضر مقطع، ولا كل وحده دير الحشوه اللي حبت نتوما. المهم هنايا اللي يهمكم الشكل والعجينه، عجينه تجي بنينه بزاف. اللي يحبوا المملحات يكونوا يجوا يقرمشوا يعني يقرمشوا ماشي يابسين، راح تعجبهم هذه الوصفه باذن الله. هنا دوكان نديرهم كامل كويرات قبل ما نبدا نخدم. فوالا نكورهم هكذا ونحطهم ونغطي عليهم باش ما يتشفليش لاباط، ونبدا نخدم معاكم. دوك نوريلكم الشكل اللي اقترحته عليكم لنهار اليوم، وماذا بيا يعني راكو تنساوني بزاف لي جام، ما فهمتش علاش. بورتون كاين بزاف محبين حورية ومواصفات حورية، لكن للأسف ما كاش دعم كبير، وانا كي نشوف هكذا نفشل بصراحة، والله غنفشل بزاف. بورتو عندي محتوى هايل، هذا الجبن موتزاريلا عندي محتوى بزاف شباب، باسكو انا قريت درت فورماسيون دا غاتو، عندي غاتو سيريا غاتو اوريونتو وغاتو اوكسيدونتو،
صافيك كاين محتوى الشباب، قناة يعني ذات يعني محتوى بزاف شباب، ماشي درت في قناة غير هكا كبرك. بصح لازم نحتاج الدعم تاعكم. فوالا هامليك دوك هكذايا ندهنهم بصفار بيض ولا بالحليب، ونزينهم بالسمسم والحبة البركة، فوالا اللي هو السانوج والجلجلان. انا هنا قدمتهم مع شوربة، شوفوا كيفاش جاو، لغا جاو روعة. هاي ليك يعني ماشي يابسين، يجوا طريين لكن يقرمشوا شوية، فيهم نوع من القرمشة. فوالا نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع اليوم، وهاي لك الشريبة اللي درتها. يعني كاش نهار ان شاء الله هاني نشارك طريقتي في تحضير الشوربة، لغا تجي بنينة بالبزاف بشهادة اللي كلاوها عندي يعني. فوالا هذه هي، نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم. وكما قلت لكم اللي مازال ما اشتركتش، انت اللي دخلتي جديده حبيبتي، نقول لك اشتركي وفعلي الجرس باش يوصلك الجديد ديالي. وما تنساونيش يعني بتعليقاتكم الحلوين وباللي لايك تاعكم، باسكو صح فريمون اللايك هذاك حنا يحفزنا. هذه هي، وهذه الخطره نتمنى ان شاء الله نشوفكم تحضروا بقوه وتفرحوني، وانا تانيك باذن الله نفرحكم بزاف وصفات رائعه. سلام، في امان الله.